من أشهر الشركات في كيدرو سيستم هي فورايفر ليفي، شركة اللي هي أمريكية، يعني دابا عندها حاليا من 1978 بدات في المغرب من 2006، فتبارك الله شركة معروفة أنها عندها هي لو ليدر مونديال ديال لي برودوي ا لا باز لا لو في ا لو ليدر مونديال ديال لو سيستيم دو ماركتين ريلاسيونيل. وفي المغرب فكت كلاسا باغمي لي توب سوسيتي في المغرب ان شيفر دافير سنوي لي كي دي باسي 240 مليار ديال السنتيم. شركه اومولوغ من طرف الدوله قانونيه، المقر ديالها كاين في طريق زعير في الرباط حدا ميغا مول. شركة اللي هي عندها اكثر من 14 في المغرب، هذا هو لافونتاج القانونيه لاكاليتي والاستمراريه ديال الشركه مده طويله، فذا كيعني انها ناجحه. وكاين بزاف لي موديل ديال النجاح اللي غنتعرفوا عليهم ان شاء الله. دونك ندخلوا لصلب الموضوع، هو البلان دو ريمينيراسيون ديال فورايفر ليفين. دونك فورايفر ليفين عندها 6 الانواع ديال لي نيفو دو ريمينيراسيون، 6 نيفو دو ريمينيراسيون، وعندها 6 انواع ديال الدخل. هادو الاولين، عاد كاينين دي نيفو اخرين في البلان دو ريمينيراسيون وانواع اخرين ديال الدخل اللي هما تكون عاوتاني شي حاجه اللي هي كبيره بزاف. من نبداو بلي بازيك شنو هما، يعني كاين واحد 6 الانواع ديال ليطاف ديال البروغرام ريمينيراسيون. كاين كليون بريفيليجي، من بعد انيماتور جوان، واحد لا بيرسون يقدر يغياليزي دو سي سي. هاد المصدر غادي نتعرفوا شنو هو السي سي، هادي هي العمله ديال فوغيفر ليفين. انيماتور واحد لا بيرسون اللي يقدر يدير 25 سي سي. ماناجر كاين ماناجر جوان، ماناجر من بعد كيجي ليدرشيب. داكوغ، دونك هادو لي دي غراد اللي ما عندهمش علاقه بالسلطه، هذا غراد على الاخر، مي عندهم علاقه بالارباح، يعني كرات كيسوى ارباح، كيسوى واحد لي طاف مسلطي في ارباح مع فوغيفر ليفين. نعرفوا كيفاش كنديروا الارباح هاد. دكوغ، من قبل نعرفوا هاد المصطلح، انا هاد المصطلح هو الكلمه المفتاح اللي غنفهموا السيستم. دك فوغيفر ليفين كاينه في اكثر من 160 دوله في العالم، يعني كاينه في العالم في القارات الخمس كامل. دك عندها نفس البرودوي كيتسوق في العالم كله، نفس السيستم. دونك فوغيفر ليفين مثلا واحد البرودوي كيتباع في المغرب بحال كتباع في لاميريك، في لاميريك كتباع بالدولار، في المغرب كتباع بالدرهم. واحد لا بيرسون غادي يدخل مثلا معاك في فرنسا، غيدخل بالبرودوي من فرنسا من لو سيج فوغيفر فرنسا، هذوك غادي يخلص بالاورو وانت كاين في المغرب. دوك شنو هو العمله اللي في السيستم كتبين لينا فوغيفر، كتعرف بلي هذا السيد شحال الشيفر دافير دار، هذا شحال دار الشيفر دافير، وشحال لي كوميسيون غيكون عنده. دوك الشيفر دافير عند فوغيفر ليفين كتعبروا في السيستم ديالها في البلاتفورم اللي غيولي عندكم ان شاء الله ملي غتبداو، هو بلي سي سي، الكيس كريديتس ولا البوان كيس ولا نقطه الصرف. كيفاش يمكن اي مقاول مع فوغافر يولي يجمع هاد الكيس كريديتس اللي كيتحولوا لمداخل ماديه؟ كنجمعوهم عن طريق لي كوموند اللي كنبقاو نديرو، لي كوموند اللي كنشريو عند فوغافر وكنبيعوهم بواحد الثمن اللي موحد بيناتنا كاملين كيف ما كان لوغ ديالك في لو سيستيم دو ريمينيراسيون. كنجمعوهم عن طريق الناس اللي كيبداو معانا، الناس اللي كيتحقوا بنا جداد في الريزو سواء مباشرين ولا غير مباشرين. داك لا كوموند اللي كيبداو بها في واحد المجموعه ديال النقط حتى هي هو كيستافد منها وانت كتستافد منها، كتكون فوا دو دوبلي. وعاد عن طريق لي سي سي كنجمعوهم عن طريق كيف ما كنساعدوا ليكيب ديالنا، كنعاونوهم نوريهم كيفاش حتى هما كوموندو لو برودوي بور لا كونسوماسيون بيرسونيل، ولا يبيعوها باش يربحوا، ولا يدخل معاهم ناس اخرين. داك النقط اللي كيديروا هما كيستافدوا منهم، وانت كباغان كحاضن ديالهم كتستافد منهم. هذه ثلاث طرق باش كنجمعوا نقاط الصرف مع فوريفر ليفي. داكور، شنو هما نقاط الصرف باش نفهموهم مزيان؟ نقاط الصرف هي ديك العمله اللي كتمثل البرودوي. فمثلا هذا البيدون ديال لالوفيرا، مشروب ديال العسل الصبار اللي معروف كيعطينا المناعه، الجهاز الهضمي، الانرجي الى اخره. بارفوا حتى الناس باغي ينقص الوزن، ومن لي برودوي اللي كاين في هذا الباك ديال بيغ دو بوا. دونك هذا مثلا عنده واحد الثمن معين، مي ملي كتكومونديه كحاسب كومونديته عند فوغيفر في لو سيستيم، غيطلع ليا انني ربحت 0.101 سي سي في السيستيم. برودوي ابسوربون سي بوغ لينيرجي، المناعه، مكونات ديالو فريمون زوينه، الليمون، الحامض، الخرطال، العسل الحر، باباي، ففي 0.070. بروبوليس معروف في المناعه 0.127. لو باك دي توكس اللي باغي نقص لو بوا، برنامج متكامل بلي كومبليمون اليمونتير، برنامج تغذيه، برنامج ديال الريجيم اللي هو كيخليك تنقص الوزن وتنقي الدهون من السموم في واحد المده اللي هي معقوله. اكرون كذلك فيها 0.80،
دونتيفريز برايت فورايفر ليفين اللي هو ماشي غير دونتيفريز مي جيل دونتير اللي كينقي كقد المشاكل ديال اللثه ديالنا. ستيك دوران فورايفر ديال فورايفر خالي من الاملاح الالومنيوم خالي من الكحول طبيعي. هاند سوب صابون افوكادو مثل هاد لا كوموند هادي انا كومونديتها بوغ مي كليون على قاسي اني جمعت نقطه فاصله 0.25 درت كوموند اخرى نجمع نقطه اخرى هي غير تلقى كنجمعوا لي سيستم داكور دوك مزيان انا بغيت هادي نشرحها مزيان حيت هي اللي غتفهمكم لو سيستم ديال فورايفر ليفي داكور. بدا معاك واحد لا بيرسون مثلا شي واحد بدا معاك ودار كوموند بحال هكا مثلا ولا دي برودوي اخرين فداك المجموع ديال النقاط اللي بدا بها هو كيستافد منها وانت كتستافد منها. داك هذه الطريقه الثانيه ديال النقاط عن طريق الاحتضار وعاد ليكيب ديالك هي لا ميم شوز داكور. فمثلا النقاط ان سي سي عند فورايفر الثمن ديالها في المغرب كبري دو فونت هي 3000 درهم البرودوي مفرقين بحال هكا عاد قاست مجموع نقطه كتسوى 3000 درهم الثمن ديال البيع. ف 3000 درهم عندك فواحد لا مارج على حساب لو غراد كليون بريفيليجي هادي غالبا دي كونسوماتور لي كليون مي حنا نهضروا على انيماتور ادجوان فوق انيماتور ادجوان ان سي سي كيربح فيها بين 900 و 1050 درهم انيماتور في نقطه بين كيربح فيها 1140 درهم مناجر ادجوان في نقطه كيربح 1290 درهم مناجر كيربح فيها 1440 درهم. فغالبا حنا في الشهر كنخدموا على ليكيب ديالنا كنعلمهم يخدموا على اربعه ديال النقاط اربعه النقاط كيعطيك واحد الدخل كيصح 4000 درهم غير من لافونت عاد المداخل الاخرى غنتعرفوا عليها ان شاء الله اللي هي الكبيره بزاف هي لا ريشيس اللي هي تيلي اللي فريمون كيقلبوا عليها الناس وغيرها داكور. شنو هو كليون بريفيليج؟ اول ايطاف داك السلم ديال الريمينيراسيون فورايفر ليف كليون بريفيليج واحد لا بيرسون كيتسجل مع فورايفر عن طريق لا كارت ناسيونال ديالو كنسجلو في السيت ويب تيكون عندو ان باغان وكيكون هذا غير باغي بوغ لا كونسوماسيون دونك بغيت ناخذ لي برودوي ما بغاش ناخذ الثمن ديال الكاتالوج بغيت غير نسجل ناخذ واحد الغوميز تفضيلي ل 5% دونك هذا عنده حق انه ياخذ كوموند اللي يقل من جوج نقاط لي ب 5% فهادو دي بوغ دي كليون. مي جو بونس الناس اللي حاضرين معنا اليوم هما دي بيرسون اللي باغيين ان كارير باغيين ان بروجي اللي هو يخدموا به اللي هو فورايفر ليفي دونك هنا غنركز من هاد ليطاب ديال انيماتور اجوا. دونك شنو هما لي زافونتاج اللي عند واحد السيد اللي تسجل مع فورايفر في لو غراد انيماتور اجوا؟ ممكن من الاول تسجل مع فورايفر في لو غراد انيماتور اجوا سي با لا بين دوز من ليطاب ديال كليون بريفيليجي. شنو الامتياز اللي عندك؟ اول حاجه الربح الاول فورايفر كتعطيك لو برودوي موان 30% يعني ناقص 30% كتقول لك فوالا اي كوموند غدير عند فورايفر بلو نيميرو اللي ولا عندك لو كود ديالك مثلا با تيليفون ولا كدير اونلاين كدوز غوميز 30% البرودوي في الكاتالوج عنده ثمن كلشي كيبيعو بثمن موحد من انت كتاخذ موان 30 وكتبيعو بداك الثمن ديال الكاتالوج اللي هو سي اوبليغاتوار ولا نقول اكزيجي ان برودوي خصو يتباع بالثمن موحد باش كما تروحش في لا كاس دو بري ما يبقاش شي فورايفر كتحكر القضيه هذه. هذا هو الربح الاول. الربح الثاني كتقول لك فورايفر الا بديتي كتقاسم المشروع مع ناس لقيت دي جون اللي بغاو يتسجلوا معاك بغاو حتى يبداو مع فورايفر اما بور لا كونسوماسيون ولا بور لا فونت ولا بغاو حتى يديفلوبيو لو ريزو مع فورايفر. فاي شخص كيبدا معاك داك لا كوموند كيبدا بها كتعطيك فورايفر واحد الكوميسيون ديال 25% على شاك بيرسون كيبدا معاك جديد 25% فواحد الكوميسيون هي كبيره. فحنا كنعرفوا في الخدمه لي كوميسيون تكون كيفاش تكون 5-3% تصور في البرودوي 30% في الروكريتمون 25% دي كوميسيون هما كبار تبارك الله. حاجه اخرى عندك الدخل رقم 3 شنو هو الدخل رقم 3؟ الا كنتي اكتيف يعني درتي واحد 4 ديال السي اس في هذاك الشهر دفعنا شنو هي السي اس فكيتزادك واحد الدخل اللي هو ثالث. شنو هو الدخل؟ هو عندك واحد الكوميسيون ديال 5%. علاش لي كوموند اللي درتي في الشهر كاملين كتعاود تجي كوميسيون عليهم 5% من داك الشيفر اللي درتي. الناس اللي بداو معاك في الشهر عوض غير 25 على كل بيرسون كتزاد لك 5% على الناس اللي تقاسمت معاهم المشروع. حاجه اخرى المجموعه اللي معاك الصغيره في ليكيب حيت انت كتعاونهم وكتكونكادريهم كتولي عندك واحد الكوميسيون ديال 5% على لو شيفر دافير اللي هما كيديروا. هما كيربحوا 30 و25 في الباريناج وانت عندك 5% في لو شيفر دافير ديال ليكيب. فهنا يقدر يولي عندك واحد الغوفوني من 2000 حتى 4000 درهم معاك فورايفر.
داكور، باش نطلع من الانيماتور جوار، الانيماتور هنا كيجي الدور ديال لو ريزو. فمثلا بديت انا وبداو معايا واحد 3 بيرسون بداو معايا، حتى هما كيديروا دي كوموند، كيديروا دي ريكروتمون، دي جون تما بداو معاهم جداد، كيديروا ان شيفر دافير. فغادا كتقول لك الا جمعتي في شهرين متابعه جمعتي 25 نقطه صرف لي بوان كاس انت والريزو، مثلا انت 4 نقاط، هذا دار 2، هذا دار 6، هذا دار 5، الشهر الجاي متابع عاوتاني 4، المهم جمعت 25 نقطة أنا والريزو ديالي عن طريق لي كوموند، عن طريق لوكيتمون، عن طريق لي بوان كاست اللي كيديروا ليكيب إلى آخره. فهنا كطلع في لغات أنيماتور، مشرف، سوبرفايزر إن إنجليش. شنو لافونتاج اللي عندك؟ هو أنك كتولي كتاخذ البخود مع فورافيغ موان 38، يعني الغوميس في البخود طلعت. داكوغ، ايوا 30 ولات 38%. حاجة أخرى، أي شخص غاتقاسم مع المشروع، ينضم معاك جديد تا هو ويتسجل مع فورافيغ ويدير لاكوموند ديالو الأولى، فهنا فورافيغ كتك واحد لاكوميسيون ديال 33%. تصور 30 من قبيلة اللي قلنا من 25 كطلع 33% على شاك بيغسون كيبدا معاك جديد. حاجة أخرى، تيكون عندك واحد كوميسيون على الفريق ديالك اللي هي 3% زائد واحد 5% كتكون من داك الناس اللي معاك في ليكيب لي زانيماتور جوان، اللي تيكونوا ما كيديروش، ما تيكونوش اكتيف، كيدير غير نقطاج نقاط، ما كيحققوش داك الشيفر دافير ديال 4 نقاط اللي قلنا قبيله اللي هو كتسمى القاعده الذهبيه ديال فورافيغ. فكتزاد ديك 3 زائد ديك 5% اللي كتطلع مع لي زانيماتور جوان اللي معاك. فهنا كيكون عندك واحد المدخول اللي يقدر يبدا ب 4000 درهم حتى 7000 درهم على حساب لو شيفر دافير ديال فورافيغ. فهنا كنهضروا على انتربريز ماشي سيستم سالاريا. فعندك هنا ريفوني ماشي سالير، في الريفوني يقدر يطلع ويقدر يهبط، سا ديبون لو شيفر دافير ديالك. وهذه خدمتنا حنا كدي ماناجور ولا كفلون كادغومون، كن اونكادريك انك تولي تديفلوبي لو شيفر دافير ديالك انت ولو ريزو باش كلشي تيكون كيربح وانت كتربح بيان سيغ. داكوغ، طلعت انيماتور مزيان، عنده ان ريفوني مزيان مخير، دوك شنو خصني ندير ليطاب الثانيه؟ دوك الناس اللي كيبداو معايا، دوك دو 3 بيرسون ولا 4 بيرسون اللي معايا ديريكت والمجموعه ديالهم، نحاول نعلمهم داك الشيء اللي انا تعلمت، نعلمهم كيفاش حتى هما يديروا ان شيف دافير ديال 25 سي سي في شهرين باش يطلعوا تما دي زانيماتور. الا خدمت مع جوج ولا 3 بيرسون يطلعوا دي زانيماتور في دوما، غنلقى راسي انا جمعت 75 سي سي في شهرين وطلعت في لوغرا ديال ماناجر ادجوان. داك ماناجر ادجوان، فانا كموظف سابقا كان كلاسي ماناجر ادجوان هي اوريشي في التعليم، كنا اوريشي كنقول واحد الشخص كيشد 10000 درهم 11000 درهم 12000، هذاك اسم اوريشي. فهنا ماناجر ادجوان يعني كاين اللي يدير في 6 شهور، كاين اللي كيدير في 4 شهور، كاين اللي كيدير في عام، كاين اللي كيدير في مده قليله، يعني كيعطي واحد الغوفوني من 7000 درهم حتى ل 15000 درهم. علاش؟ اول حاجه كيولي عندك في البرودوي مع عند فورافا كتاخذ بروميس ديال 43%، تصور عليه نص تقريبا مع فورافا. فورافا عندها لو ستوك، لو سياج، البيرسونيل، ليفريزون، سيستم كبير كتانفيستي لي زيفينمون، لي فورماسيون، كتقسم معاك الربح في البرودوي. تتصور ان هاد الغوميز راه فريمون كبير. حاجه اخرى في لوكيتمون ماناجر جوان، هنا كتزاد عندك التجربه، كتزاد الحنكه عندك، كتولي كتعرف اون كادر اكثر الناس. نوتا فوغ هذا كتطلع داك البونيس ديال الوقت ما كتطلعو، تيولي من 33 غيولي 38%. اي بيرسون بدا معاك جديد ديريكت فعندك واحد الكوميسيون مع فوغ هذا 38%، كتوصل ما بين 1200 تقريبا حتى 1600 400 درهم على كل بيرسون غتبدا معاك جديد باش اون كادري انه يكون ناجح. حاجه اخرى، عندك دي كوميسيون هما انديريكت، مدخول غير مباشر على التكوين ديال المجموعه ولا الانجاح ديال المجموعه والتخطيط ديال المجموعه. فكنهضروا هاد لي كوميسيون راه ماشي فقط فورافيغ دو جبر وكاك، مي حتى دوك الناس بيان سي راه كيعيطوا له، كيسولوا، كتشرح لهم، كتوري لهم الطريق، كتعطيهم لي زوتي. فهاد الخدمه هادي راه انت ما كديرش فابور، كتخلص فيها عند فورافيغ ليب. على لي زانيماتور جوان اللي في الكراد الاول شفنا عندك معاهم 8%، حيت هادو كيطلبوا منك ايفور اكثر، دونك عندك الروميز طالع 8%. ولا لي زانيماتور اللي في الكراد اللي كنتي فيه قبل، حيت هما عندهم مجموعه ديالهم حتى هما يربحوا واحد الدخل غير مباشر، فغادا كتعطيهم هما 3% على المجموعه ديالهم، وانت كتك 5% هي 8 اللي عندك مع انيماتور. عندك 5% مع لي زانيماتور هما والمجموعه ديالهم، ماشي غير هما، هما
والناس اللي معاهم في ليكيب 8 مع 5 مع هذا مع هذا مع هذا الى اخره. فهنا غتلقى راسك عندك واحد المدخول اللي كيبدا من 7000 حتى 15000 درهم كدخل شهري. ماناجر شنو هي؟ ملي كتولي ماناجر جوا لي زانيماتور اللي معاك في بيان سي غتلقى واحد ولا جوج فحالك حتى هما باغيين ينجحوا، كيعجبهم التحديات، كيجتهدوا، كيقلبوا، باغيين يطلعوا حتى هما. يا خدم معاهم وراهم الطريق ديال العمل، الطريق ديال النجاح، غتلقى عندك لو شيفر تيكبر. الا جمعتي في ظرف بين 3 شهور و 4 شهور متابعه جمعتي 150 سي سي، ولا في شهرين جمعتي 120 سي سي، فهنا غتلقى راسك وليتي في لو غراد ماناجر. شنو هو ماناجر؟ اول حاجه في المنتوج فغادا كتبقى تخدم عندها بناقص 48%، هامش ربح اللي هو كبير. حاجه اخرى، اي شخص غيبدا معاك جديد، حتى انا ماناجر كتولي عندك الاكسبرتيز في الدومين، عندك لي زوتي كثر، عندك طريقه العمل كثر، ففوق هذا كتطلع لك الكوميسيون ديال الباريناج، كتطلع 43% على شاك بيرسون غيبدا معاك جديد. علاش؟ انك عارفك انت غتكون هذا السيد غيجي بين ايدي امينه، يعني غتخدم معاه مزيان بارابو مثلا واحد قبل، علاه كتقول لك ها الكوميسيون طلعت 43%. حاجه اخرى، عندك دي كوميسيون لو ان ديريكت لي زانيماتورجمون اللي معاك، عندك عم 13% تكون طالع ديما. انا ما ترجمه تيكون الدخل طالع، علاش؟ حيت كطلبوا منك افور اكثر، كطلبوا منك خدمه اكثر، على فوق هذا كتقول لك ها نتهلا في اكثر من يخدم معاهم، ما تضيعوش، اعطيهم غير طريقه العمل. لي زانيماتور اللي معاك هما المجموعه ديالهم، عندك معاهم 10% من الشيفر دافير، ماشي من فلوسهم، هو كدوز لي فلوسو، مي فوق هذا كدير كالكي كتقول فوالا ها الشيفر اللي دار هذا الانيماتور والمجموعه ديالو، دونك هاك من عندي 10% كبونيس. واللي درتي معاك ماناجر جوا عندك معاهم 5%، لاحظتوا كل ما كطلع البونيس كيقل في الكراد، حيت داك لا بيرسون تيكون عنده شيفر كبير، دوك 5% مع ماناجر جوا راه فلوس كبيره تبارك الله، بارابور انيماتور جوا اللي يلاه كيدير واحد الشيفر اللي هو صغير، ولا انيماتور اللي هو شيفر اللي متوسط. فماناجر كي غوفوني كيبدا من 15000 درهم ويقدر يدي باسي 25000 درهم في الشهر. دوك انا كنعقل في عام وثلاث شهور درت لو غاد ماناجر واحد لا علاقه بالماركتين، في عام 3 شهور اول غوفيني كنداز ليا هو 22000 درهم، من بعد بدا كيطلع 23 و 24 و 30 و 40 الى اخره. باش طلع هذا الغوفيني ديالي من 22000 طلع، باش طلع حيت وليت كنخدم مع الناس اللي معايا ولاو دي مناصر. ففوق هذا دار ان سيستم كتسمى ليدرشيب، كتقول لك فوالا اي ايطاب صوتي ليها خدم مع الرجل اللي معاك يطلعوا. فوق هذا بارابور خدمه تقليديه ما دوش لا انا طلعت باترون ولا الشيف وهذا يطلع الشيف غيدير لي بلاصتي في خدمتي، نو فغير دوك كل ما طلعتي ماكسيموم لي ماناجر معاك في ليكيب كل ما مزيانه هما يربحوا وانت غتربح. علاش؟ حيت بالنسبه لها هي لو شيف طافي كيدار البرودوي كيتسوق، فغير الغرض ديالها هو ان لو شيف البرودوي عندها غادي مزيان كيتسوق مزيان عن طريق الريزون، دابا نقول لك ماشي مشكل لي كوميسيون نعطيك شحال ما بغيتي، غير حاول تنجح ناس ولو دير اللي دير في حالك. فالليدرشيب مثلا انت وليتي ماناجر، هاد السيد كان معاك مباشر مثلا، انا كيبان ليا في الفيديو كيبان احمد نحال كيبان ليا مثلا ولا ماناجر، فحيت هو ولا ماناجر غيولي عنده واحد المدخول كيدير باسي 15000 درهم مزيان، دوك غيقول لك خي حسن مرحبا وليدي خدمتي معايا شكرا. حاجه اخرى فوق باغا تقول لي فوالا حيت انت طلعتي ماناجر، دوك انت انا ماناجر ليدر، عواد كان عندك معاه 5% ملي كان ماناجر جوا، دابا معاك عندك معاه 6%، طلعت لك الكوميسيون لو شيفر دافير اللي كيديرو. هو طلع عنده ماناجر هو عنده 6% معاه، وانت عندك معاه 3%، طلع ماناجر في الجيل الثالث ديالك عندك معاه 2%. الا عندك ليني في حال هكايا ديال 3 ماناجر بحال هكا، ان غوفوني ديال 25000 درهم ليني وحده. تصور طلعت ليني الاولى، ليني الثانيه، الثالثه، هنا فوا 2 فوا 3 فوا 4 بحال هكا. الا كنتي ماناجر وطلعوا عندك جوج ديال لي ماناجر ديريكت ليك، هنا ما عتبقاش مناجر عليك، تولي مناجر سينيور، كيولي عندك واحد المدخول اللي كيبدا من 30000 درهم كيوصل حتى ل 50000 درهم بار موا. الا طلعوا عندك 5 ديال الناس مباشر ولاو ديال مناجر، تولي مناجر ايسوغ بينس ديال الذهب في 4 ديال واحد الحجرات، غوفوني مونسيال كيبدا من 60000 درهم حتى ل 120000 درهم. طلعوا عندك 9 ديال لي مناجر ديريكت ليك، بدا معاك مثلا بزاف ديال الناس، مي منهم تسعود ولاو دي ماناجر ديريكت ليك. فهنا غتولي صفير عندك مدخول ب 120000 درهم حتى ل 240000 درهم. لاحظوا علاش كيطلع الغوفوني؟
حيت عندك دي مناظر يعني الشيفره طلع عند فوغافاغ، فوغافاغ على ربحات دونك انت راه كتربح معاه. صافير ديامو عندك 17 مناظر ديريكت مدخول بين 250 الف درهم حتى 400 الف درهم. ديامو طلعوا 25 مناظر ديريكت ليك كتولي مناظر ديامو، انك حنا كنسموه التقاعد، يعني صافي مدخول بين 40000 درهم حتى 70000 درهم شهريا، فمدخول فغامو كبير بزاف. دوبل ديامو يعني طلعتي 50 مناظر ديريكت ليك بين 700000 درهم وبين يعني 150 مليون في الشهر. تريبل ديامو يعني طلعتي 75 مناظر ديريكت ليك بين 150 حتى 400 مليون. سنتريون 100 مناظر ديريكت ليك بين 800 مليون حتى المليار و200 مليون. ففغامو هنا كنهضروا على واحد المداخيل اللي هي خياليه. من باش بدات بانيماتور جوان كتربح 2000 3400 درهم. دوك هنا هاد الارقام هادو راهما نتيجه انك بداو معاك ديزانيماتور جوان خدمتي معاهم ولا دي ماناجر اللي نجحتي ناس. فسيستم ديال فوغافيغ ليفين سيستم ديال غانيون غانيون، نجح معاك ناس غتنجح. هذا هو السيستم ديال لو ماركتين دو ريزو، علاه سماوه لونتربريز دو 20 سيكل. فالمداخيل ديالك كتولي كديباسي واحد المقاوله التقليديه اللي فيها لي شارج فيها بزاف ديال الحوايج. فشنو راس المال ديالك؟ هو الناس، هو تنجح ناس يكونوا ناجحين الى اخره. فابار المداخيل فغابغ دير دي تشالنج، هادي غنختمو بهم ان شاء الله. شنو هما دي تشالنج؟ تحفيزات. كل ما كتقول فغابغ تحاول تنجح دي ماناجر، عندك ديك المداخيل اللي شفتي قبيله، ولكن عندك مع دي تشالنج اخرين. اول تشالنج كان ايغل ماناجر وكان جلوبال رالي. شنو هما هادو؟ عباره عن جوج السفريات تكونوا في العام مدفوعه التكاليف، وحده فيها 5 ايام وحده فيها 7 ايام، انت وكدي معك شخص اخر. فكل مره كتكون في دوله، فراه مشينا مثلا مشينا كانت في امريكا في دالاس، كانت في ستوكهولم، كانت في باتايا. هذا العام كانوا مبرمجين غيكونوا في الباهاماس وفي استراليا في سيدني، وكانت غتكون في باتايا تايلاند، متاجلوا حيت الكونفينمون. مي ان شاء الله اسبيرون ان يكسل السيناريو ديال كورونا، والفواياج الجاي كيف ما مبرمجه يكون ان شاء الله اول فواياج في سيدني، اي تعاود الفواياج اللي كان كونفورت. التحفيز الثاني كيتسمى فورافاغ تو درايف، برنامج تمويل السيارة. شنو هو تو درايف؟ هو ان فورافاغ كتقول لك الا حققت واحد الشيفر دافير معين 3 شهور متابعة، يعني عن طريق انك تطلع دي ماناجر، تتقاسم الفرصة مع ناس اخرين، تنجح ناس، كيطلع الشيفر. مثلا فيه ثلاثة مستويات. المستوى الاول درتي هاد الشهر 50 نقطة انت والريزو، الشهر الثاني 100 نقطة، الشهر الثالث 150 نقطة. فغيولي عندك واحد التخيط كتسمى فورافاغ تو درايف، عندك شهريا مدة 36 شهر كدوز الكونت ديالك اللي هي 4500 درهم مدة 3 سنين بالإضافة للمداخل اللي عندك. أصلا بعد غير داك الشيفر ديال 50 100 150 نقطة في 3 شهور، غتكون دخلتي في الكونت ديالك تقريبا 120 ألف درهم، عاد غتولي عندك 4500 شهريا مدة 3 سنين. إما شتون بشريها كاش وداك التخيط ما شريها كاش وداك المدخول بقى الكونت ديالك، خديتيها كريدي داك التخيط كت عند فوغافاغ راه كدوز ليك. المهم سا ديبون، ما عجبكش تبدل السياره خلاك فلوس تدخل الكونت ديالك، فهي مدخول اللي هو حر فيه، سي با لو خاصك تشري السياره من تختار شنو بغيتي دير فيه. ملي كيعطيوك هاد اللعيبه كيف ما شفت هذاك تلصق في الطوموبيل ديالك اللي تشريها، كتبقى اختياري فيسا. النيفو الثاني كيوصل 6500 درهم مده 3 سنين، وفي داك الشيف ديال 3 شهور غتكون دخلتي 180000 درهم. النيفو الثالث كيكون 8500 درهم مدة 3 سنين كدوز الكونت ديالك من غير المداخل اللي عندك كنا قبيله الليدرشيب والريزو الى اخره. وفي 3 شهور غتكون جمعتي واحد 24 مليون في 100 200 نقطة 300 نقطة. داكوغ، كاين بعض الامثله ديال الناس اللي خذوا تبارك الله يديروا هذا التشالنج. كاين سي عبد الهادي المغربي اللي هو امبلوي في مارجان ديال قنيطرة، قدر تبارك الله يدير هذا الشيفر هذا ويحقق نيفو 1. انا كذلك في 2018 درت هذا المستوى الاول من فورافاغ تو درايف. شيماء الزمهري شابه في الاوج ديالها تبارك الله خدات المستوى ديال النيفو الاول. سعاد اغلاز ربه بيت وكوتش سبورتيف خدات هذا المستوى الاول. كاين تبارك الله قاده اللي قادوا يديروا المستوى الثالث ويمولوا به السياره الثانيه ديالهم غير الاولى. سي حسن دادان، سي امين الويزي، كذلك سي يونس كتيب، لي ماناجر ايسور
تبارك الله. وسط امين في الوسط هذا هو لو بارون اللي تقاسم معي فرصه، ودابا تنقول لك امين شكرا الله يحمي الوالدين. في الاول كانت خدمه اون كادراج، مي دابا الحمد لله تصحب بيناتنا ولا كنتبارطاجيو بيناتنا، كنخدموا اونسومبل اللي كننجحوا ناس اخرين. فهذا هو الامتياز فوق هذا، الخدمه كتحول العلاقه كتحول يعني الصحبه الحمد لله. دونك التحفيز رقم ثلاثه كدير فوق هذا هو كتسمى تشيرمانز بونس. شنو هو تشيرمانز بونس؟ فوق هذا كل مره في الاخر ديال العام في شهر 12 كتجمع له شي بضافر اللي دخلات العام كله، وكتاخذ منه واحد 2.5% حتى 3%، وكتفرقوا على دي لي ماناجر اللي حقوا واحد الشروط. الشروط اللي غتعرفوا من بعد حتى خاص نشرح لكم ما غتفهموهاش، الديموكلي اللي هما خصهم الوقت باش يفهموهم. فمثلا 2020 كان الفورابخ فرقات تقريبا 17 مليار ديال السنتيم اللي تفرقات على الناس في العالم اللي حقوا دي شارلز. فكان اول شيء في 2019 هو السيد في الصوره روف كيب ومارتو دومينيك، هذا هو المقاول رقم واحد في العالم. ماشي هو اللي بدا مع فوغافاغ، هو بدا في 1995، مي فوغافاغ بدا في 1978، يعني قبل منه بداو بزاف ديال الناس. مي هو قدر انه يفوت المداخل ديالهم ويحقق لو شيك ديالو كيوصل حاليا ديما كيديباسي مليار مليار ونص. فتبارك الله عليه، ديفلوبا دي مناظر في العالم كله، عنده في الانجليز، عنده في المانيا، في فرنسا، في المغرب. فحنا مثلا حنا دي مناظر في المغرب، فحنا تابعين لو ريزو ديال السيد هذا رولف كيب اللي هو مقاول الماني. في المغرب كاين بزاف الناس حقوا له شيك، مي هادو البعض منهم في الفريق ديالنا. فرغم ان فوغافاغ حنا باقا في البدايه ديالنا، يلا من 2006 في المانيا اوروبا كنهضروا على فوغافاغ من 92 94 الاخير في اوروبا مثلا، مي في المغرب في البدايه ديالنا عندنا دي شكل هما كبار. فمثلا كاين السي عبد الهادي اللي هو 6076 دولار، سي يونس كتيب تقريبا 11 مليون مغربيه، سي حسن ددن 47 تقريبا بريسك ولا 50 اوغ تاكس هادي، يعني تقريبا بريسك 50 مليون مغربيه يعني كشيك في العام. كل عام كيجي شيك في حلقة، سواء عندك مداخل كيدير باسيو حد 100,000 درهم، وعاد عندك شيك في الاخر ديال العام. فشي حاجه اللي فريمون زوينه بزاف. دونك هادو هما المستويات ديال فوغافاغ ليفين. ففوغافاغ ليفين بزاف الناس كيغلطوها بين شركات اخرين، واش بحال افون، واش بحال اوريفلام، واش انها نبيع برودوي الى اخره. مي جيسبر انكم وصلت لكم شنو هي فوغافاغ ليفين. فوغافاغ ليفين هي لونتربريز دو 20 سيكل، هي سوسيتي لي موديل اللي يمكننا نبنيو بها لونتربريز ديالنا. مشروع كيتورت، يمكن لك تورتو الابن ديالو الابنه ديالك يكملوا عليه لا قدر الله توفيتي. ففغامو سان بروجي اللي هو امبيكابل، وهذا هو اللي خلاني نديميسيوني من التعليم في 2017، قدمت الاستقاله من الوظيفه. علاش؟ حيت فغامو بان ليا واحد البونت كارير اللي هو كبير بزاف.